اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي اهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من نواحي سطات يعني السوق الاسبوعي قيسر. غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال القطاني والحبوب هنا في جمعه قيسر نواحي سطات. شحال الثمن اخويا ديال القطاني والحبوب هنا؟ كندا 15 درهم. شنو اللي كندا؟ العدس. العدس ها خويا بلاتاش الفول 14 درهم. الزرع شحال دير؟ الزرع ما مقادش كل الحاجه ولا ثمنها كاين 4 دراهم 100 ريال. شنو الفرق اللي كاين بيناتهم؟ كاين الفرق فارينه ثمن ديال النقب ثمن وديال الماكله ديال بنادم ثمن. كيفاش النقب ما تعملهاش؟ النقب شنو؟ ديال الحمام ديال الحمام والدجاج. هذيك رخيصه هذيك رخيصه كتكون رخيصه ولا ديال بنادم اللي كياكلها الانسان يعني غاليه شويه كتكون غاليه شحال 5 6 85 90 100 ريال داكشي كل مليح المهم مليح حقه. كاين اقبال ديال المواطن الدرويش ولا شويه قضيه عيانه الناس خاصها الفلوس؟ كاينش اقبال؟ لا والو كاينش اقبال وكاين لا والو. انت مواطن؟ انا مواطن. يعني كتقدى القطاني؟ لا كنتقدى ولكن الثمن ما مقادش ياك اخويا. كله باش كيبيع كله باش كيبيع ماشي شي واحد اللي يدير شي ثمن بعد كل شيء. كيفاش كيجيك الاثمنه دابا ديالك؟ والاثمنه راه العافيه ياك العافيه لك تدوزوني وماشي ديروا معايا. حنا كندوزوك. راني ثاني داز شفت في ثاني في رحبه الخضره. تاع المباشر تاع رحبه الخضره ثاني دويت معاه. يعني الاسم ما بقيتش مقيت. كاين اللي يقدر يقول 20 درهم كاين اللي يقول قل كاين اللي. انت كتقدى دابا ولا لا؟ لا دوك انا ما مقديش منه. يعني غير جاك غالي. كيجي هنا غالي هادشي. وتهودوا رحبه الخضره صحيبي ديك هي بوحدها. خضار. ندوي. ندوي ما فيها حتى شي مشكل هادي. كاين الغلا. يعني المواطن البسيط. كيلو ديال البصله ب 6 درهم. المواطن البسيط كيلو. غلا. حنا واكلين حنا. نعم. حنا المواطنين اللي واكلينها. نعم. وما ذاك الخدار ولا ذاك بحال هذا كيبيع هادشي ديال القطاني راه كي حتى هو كيقتص فين ياكل شويه. الله يحسن عليك. ولي حنا اللي واكلينها. بغيتي تسوي ديال الخير. كاين لا دعم. كاين والو. كاين والو. 100 درهم الكفيفه ديال الخضره فيها شحال فيها؟ 20 كيلو وفيه العنيبات وفيه داك الخربيق الله يرحم الوالدين. شكرا لك. هذا هو اللي كنقول لكم. شحال هذه شحال كنت كتقدا ديال الخضره؟ الخضره كانت هذا الوقت ديال الصيف كتحب جوج درهم. يعني الكفوه بشحال كدير؟ الكفوه كدير ب 600 30 درهم. ودابا بشحال كدير الكفوه؟ دوك راه وليتي 100 درهم. ولا ديتيها؟ وما غادي هازه بوحدك. اللي كانت رحمه الخضره الفوق كانت دايره جوج دراهم. الزرعه كدي خمسه كدي. الزرعه داير 120 ريال. ديت انا شي كوالا من عند خاد من عندي انا 3800 فيها. فيها جوج طحنات. جوج طحنات. جوج طحينات للدراري. الله يديك الشيء. امين اخويا هادشي اللي كنقولوا هادشي اللي كنقولوا اسمحوا لينا. اسمحوا لينا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شفت على هذا البث المباشر يعني كما سمعتوا على لسان احد المواطنين يعني الغلا بزاف
يعني الزرع داير 120 يعني 6 ديال الدراهم الكيلو. كما قالينا هو ما قدرش يشري يعني القطاني، ما قدرش يشري الزرع، ما قدرش يشري الخضره، يعني بزاف هادشي. كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من السوق الاسبوعي جمعه قيصر. كنتعرفوا على الاثمنه ديال القطاني والحبوب. الثمن ديال الحماص والحيس السلعه ما مقاداش كلها وثمانه، السلعه ما مقاداش كلها وثمانه، وكاين السلعه غاليه ماشي رخيصه. الحمص البلدي 25 درهم، وكاين ماركه ب 15 درهم، اللوبيا 20 درهم، الفول 15 درهم، الحلبه 300 دريال. الزرع ما مقادش، كاين 100، كاين 110، كاين 115، هذا هو الثمن الاخر ديالو. الثمن مرتفع. لا لا، الحبوب طالعه. المواطن البسيط. المواطن البازلي. المواطن محل ماشي زعما. ما كيتقداش. ما تلاقيش ديك الخروج اللي كنخرج ما بقاش يخرج. سلعة غالية. ما بقاش مستهلك ما بقاش، حنا ما تلاقيش ناكلوا في هذاك الشيء. ما تلاقيش نصوروا شي حاجة. انتوما ما بقاش. حنا ما بقاش. وليت كتخدموا. صافي تنخدموا على كبار كنديروا شي حاجة قليلة. حيت ما بقاش خروج من ساعة الصيف في غنمشيو. شي بزاف. يعني الغلاف كل شيء. في كل شيء. اي حاجه في ما دار الدرويش دير شي كلي تقدر كما حتى شي قد يدي شي حاجه تمشي بلاش السي قدر يدير تاعي ويمشي بلاش كيساومك يجبد لك 400 ولا شنو يقول لك ما بقاش عندي الغالب الله واش غدير لي ما عندوش وما كراش والله يكون في العون عنده وليدات عنده كتوبه عنده مدرسه عنده كذا عنده كذا ما عندوش وين غادي يمشي في غادي يعطيه الدرويش راه الله يحسن العون الله يدير شي تاول خير الله يجيب لي فيها الخير الله يجيب لي فيها الخير شكرا الله يحفظك الله يبارك كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من السوق الاسبوعي جمعه قيصر. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من السوق الاسبوعي جمعه قيصر. يعني تعرفنا على الاثمنه ديال الحبوب والقطاني. يعني هنا الزرع الثمن ديالو كيتراوح ما بين 4 دراهم 4 دراهم ونص حتى 6 ديال الدراهم مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من السوق الاسبوعي جمعه قيصر. يعني الاثمنه ديال اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في نشكركم على حسن متابعتكم والى بث مباشر اخر ان شاء الله.